السلام عليكم اخوتي الجمهور الكريم من طنجة للقويرة، اخوتنا الجزائر خاوة وما كاين عداوة، اخوتنا اللي في اوروبا اللي خارج الوطن الله يحفظكم والله يطول لكم العمر. هاد الفيديو ملي تشوفوه بارطاجيوه اخوتي. راه جيت انا عند خويا عبد الرحيم، راه عرفتوه معايا شكون، راه طلبتكم باش تدخلوا عندو للقناة. دابا جيت عند خويا عبد الرحيم، واحد السيدة مسكينة راه تيهضروا عليها الناس كاملهم، واحد تيقولوا لها امي زهرة، انا ما نكذب عليكم والله ما عرفتها حيت عرفتوني ما تندخل اليوتيوب ما تنشوف. المهم سميتها امي زهرة مسكينة، والقناة تاعها غادي نقولها لكم راه بحال توفات مسكينة، مات وخلات واحد البنية وليد، وهذاك الوليد الله يطلق سراحو حتى هو مسكينة ما حضرش لمو، وليد وبنتها هما اللي كاينين دابا، وعندها مسكينة واحد القناة دخلنا عليكم بالله يا ما دخلوا عندها. هي مسكينة راه مات اليوم الله يرحمها والله يرحم جميع المسلمين. راه زو قلت لكم في الله هاد البنية تعاونوا مع مسكينة، ما خلات معاها حتى حد، هي وخوها بجوجهم هما اللي بقات. وهاد امي زهرة ملي جيت هنا اسميت هنا سيدي عدي، هاد سيدي عدي ملي جيت هنا كلشي تيهضر عليها الله يعمرها دار، وكانت مريضة ولكن بغاها الله، حنا كاملنا غادي نموتوا ولكن اخوتي تعاونوا معها، بنت راجل الولد كلشي تعاون معها، ودخلوا عندها مسكينة القناة تعاونوا معها، راه الله غادي يعاون لكم وليداتكم ان شاء الله، والله يشافي لكم والديكم واللي ميت ليه شي عبد الله يرحمه ويجد عليه الرحمه لجميع المسلمين كاملهم. راه دخلت عليكم بوجه الله يا ما دخلوا تعاونوا مع مسكينه، انا راه ما عرفتهاش، راه جابني الله لهاد سيدي عدي، راني جيت لهنا عندهم مساكن وانا قالوا لي راه مات اليوم وكلشي بان لي تيهضر عليها، انا ما عرفتهاش مسكينه. حتى انا درت لها الرحمه، يا ربي ترحمها ويخلي هذوك الوليدات هو وخوتو. وشوف اخويا من يطلق الله سراحك وتخرج، شكون هي امك اللي باقيه عندك؟ ها هي اختك، طلب اختك، علاش تنقول لكم اخو الخوت يكونوا متعدين الخوت، ما تخاصم مع اختك، ما يخاصم مع خوها، ما حتى حاجه هادشي تنقولها لكلشي من طنجه للقويره وكلشي اللي تيسمع، وبارطاجيو هذا الفيديو. زو قلت لكم في الله راه مات اليوم مسكينه وراه ما غادي يدفنوها، الله يرحمها ويرحم جميع المسلمين. عبد الرحيم راه تيعرفها مسكينه ساكنه حداه. السلام عليكم خوتنا المتتبعين ديال خويا نور الدين، نتمنى من الله كاملين تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله يا ربي. بغيتكم تدعيو بالرحمه والمغفره لامي زهرة، لخالتي زهرة مسكينه اللي كنت كنعتبرها بمثابه الام ديالي، كانت كتبان معنا في القناه طبعا، مسكينه قدر الله ما شاء مات، الله يرحمها والله يوسع عليها والله يغفر ليها الذنوب ديالها والله يجعل مثواها بالجنه الفردوس ان شاء الله مع النبيين والصديقين ان شاء الله يا ربي، والله يصبر بنيتها ديالها والله يطلق سراح ولدها مسكين راه في السجن مسكين، الله يطلق سراحو يا ربي. واخوت كنطلبوا منكم كيف طلب منكم خويا نور الدين انكم تعاونوا مع هذه البنت مسكينه، راه فاتحه قناه سميتها امي زهرة يعني بسميه دما، وكانت ما كتبان معاها ولكن للاسف الله يرحمها والله يوسع عليها. وسميه القناه ديالها اخوتي انتم باش تشوفوا معنا دايره امي زهرة، انت اخويا ها انتم اخوتي كيف كتشوفوا هذه السميه ديال القناه ديال امي زهرة، كنطلبكم انكم تدخلوا تعاونوا مع البنت ديالها لانها هي اللي غتكون عندها هذه القناه، وخص تعاون راسها بهذه القناه هذه، وحنا خوتو كنتعاونوا مع بعضياتنا، وهذا هو المضمون فينا كمغاربة الحمد لله. وكنشكر خويا نور الدين، نور الدين انسان طيب اللي جا ضيف عندي واستقبلته الحمد لله، ولفناه دابا جلس معايا سيمانه وراه غادي يمشي، وصراحه ما غاديش نقد على الفراق ديالي لانني ولفته انسان طيب وقلبه كبير وباغي ليه الخير وكينصحني. واش نقول لكم هاد السيد هذا راه بمثابه هو الاب ديالي وخويا الكبير، ما نكذبش عليكم عزيز عليا بزاف، الله يحفظك لينا خويا نور الدين. وتشاركت معاهم الطعام وشحال هاد السيد هو دخلني لدارو وتشاركت معاه الطعام كي بغيت ندير اخوتي، وليت عائله منهم وحنا المغاربه راه عائله كاملين. إلا انا تنطلب لكم الله يشافي لكم والديكم، الله ينقي عظامهم من المرض، اما تعاونوا مع هاد البنت المسكينه اللي مات ليها امها، عندها خوها وهي شكون اللي بغى يكون واقف معها؟ والله بعدا بوحدو لا شريك معاه شي عند، ولكن انتم نجموهم انتم اللي بغيتوا تعاونوا معاه وتجيو معاه الحسنه في سبيل الله، يلقاو بعدا مسكين ما يصيغ وما ياكلوا، غير المغاربه راه حنانه انا عرفتكم حنانه اخوتي، زو قلت لكم في الله اللي خير من كل شيء، يا ما دخلوا عند هذيك البنت انا ما عرفت نقول لكم القناه تا هو قال لكم، دخلوا عندها مسكينه سميتها بحال سميت امي،
تا هي زهره خلوا اخوتي وترحموا على امي نتا مسكينه ترحموا عليها ودعيو معاها وهادشي اللي كنطلبوا منكم واختي السعديه حاضره معنا تعطيتها هي الكلمه. السلام عليكم المتتبعين ديال اخويا نور الدين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيه. وكنطلبوكم ترحموا على هاد السيده، راه جارتنا، راه مرا اشم مرا الله يرحمها ويوسع عليها. كنطلب لكم ترحموا عليها كاملين وتعاونوا مع بنتها، الله يسهل عليكم، راه غير هي وخوها، وخوها في السجن. كنطلبكم بزاف بزاف كما طلبكم خويا نور الدين وعبد الرحيم، حتى انا كنطلبكم تعاونوا مع بنتها، الله يسهل عليكم والدعوه معها بالرحمه ان شاء الله يا ربي، الله يرحمها ويوسع عليها. ولا قولي الكلمه، قلت انت خويا ادعيها اخويا. الله يرحمها، الله يرحم ديك السيده امي زهره، والله الله يعطيها الصبر. مسكين طيب اللي قلبو شوف مساكن عليها. الله بقات فينا اخويا. المهم اخوتي، واخا انا ما عرفتش حتى انا راه حسبتها بحال الام ديالي، الله يرحمها يا ربي ويغسلها زعما طاب الجنه، والله يجعلها من اهل الجنه يا مولانا يا كريم. وتعاونوا مع بنتها. وتعاونوا مع بنتها، دخل عندها القناه اخوتي وتعاونوا معها. الله يرحمها ان شاء الله، والله وليها برحمه الله. وغزوقتكم في الله اخوتي، غزوقتكم في الله، يا اما تعاونوا مع هذه البنت، سبي الله، انا بعيد عليها، شوف شحال من كيلومتر وزيت وسقط الخبر هنا، انا تنترحم على كل شيء، اللي مات في المسلمين الله يرحمه ويغفر ليه، ويلاقينا الله في الجنه غادي ديما تنقولها لكم. الله يستر عليكم، غادي تشوفوا هذاك سميتها القناه ديال اخويا سميتها امي زهره. اخويا امي زهره سميتها امي زهره، غادي تشوفوها في القناه وتعاونوا معها، يعاونكم الله. كاع اللي دار سبعو تعاون معها ودار معها ابوني في هذيك البنيه وعاونها، بقات يتيمه. عرفتي شنو هي اليتيمه فلا تقهر. العار تاع الله، زوجت لكم في الله. الله يستر عليكم يا ربي، ترحمها ربي ويوسع عليها يا ربي، ويرحمها ويوسع عليها في الجنة يا ربي. واحد الكلمة ترحم على الوالد، الله يرحمها، الله يرحمها والدين، يتعاونوا، الله يعطيكم الجنة، الله يرحم والديكم، الله يعطيكم رضا الوالدين، الله ينجحكم في الخدمة ديالكم، الله ينفعكم في هذا الصدق اللي كديروا يا ربي. آمين يا ربي. اسمع أخوتي، ولله ما أعطى ولله ما أخذ، حنا راه جينا غير ضياف وراه تينا الواجب مع الساحل الرحيم وحش الله عطل الله. كنا كل ما طريقنا هذيك ما كرهناش نمشيو نعاوم الكنازه وندفنها، والله العظيم الله يرحمها ويوسع عليها فاطمه ويرحم جميع المسلمين يا ربي، تنطلبها من عند الله يا ربي. امين يا رب. الله يستر عليكم اخوتي، زوجت لكم في الله، انا بقيت انا نقولها لكم، زوجت لكم في الله يا ربي، اللي دار سبعو وتابونا معاها وبقى متبعها مسكينه عيد بقات بوحدها وانتم اللي معاها، الله يفاجئ عليكم على والديكم. امين يا ربي. يا ربي تفاجئ على والدي المغاربه والناس اللي في اوروبا، يا ربي تجيبكم على خير، تعاونوا مع هذه البنت يا مولانا تجيبكم على خير، والله يهز عنا هذا الوباء يا سيدي ربي. راه المغرب تاعنا بغينا نزيدوا به لقدام، راه بغينا كل شيء يكون بخير وعلى خير، راه ما بغينا حتى حاجه. انا جيت لهذ البلاد الشتا والثلج تبارك الله من عند سيدي ربي، الدنيا ولات زوينه عندهم هنا، لا فازغ ولا في هذيك البلاصه فين كنا. الفراغ. الفراغ. كلشي اخوتي زين، والمغرب تاعنا زين وفيه ما يتشاف، وفيه كلشي وحق الله. إلا جيت لهنا لهذ الفران وازغو الله بغيت، وحق سيدي ربي الله حسيت براسي بخير وعلى خير، واحد الهواء فيه زوينه، بغيت على المغاربه كاملكم، الله يشافي لكم والديكم، والله يحفظكم، وسمحوا لي على هذا الفيديو، الله يستر عليكم. الله ما تعاونوا مع هذيك البنيه، راه ما شتا ما عرفتها ما عرفتها صورتها كي دايره. هاي قال لك خويا نور الدين مسكين غير قلتها له شافها معايا في لافيديو، ريتو لافيديو مسكين بكى والله العظيم، مسكين بقى فيه الحال، قال لي غادي نمشيو نعزيوها، ولكن للاسف العزومة ما كاينش عندنا هنا في سيدي عدي، لان امي زهره الله يرحمها مسكينه الاصل ديالها ماشي في واحد البلاصه بعيده. ابا خويا نور الدين قال لي يلاه ديني عندهم للدار، بغيت نحضر الجنازه، بغيت نحضر، بغيت نعزيهم. وهادشي اللي كاين اخوتي، وترحموا ترحموا عليها انتم، هادشي اللي كنطلبوا الله سبحانه وتعالى، وشجعوا البنت ديالها اللي بقات مسكينه غير هي وخوها، وراكم عارفين الظروف، وراه البنات غادي يفهموا لي وغادي يعرفوا لي كيف يعقل ان بنت تكون وحدانيه، وحدانيه بلا ام بلا اب بلا هذا، راه صعيبه بزاف. يعني حنا نكونوا باوتها وحنا خوتها وحنا وكنتوما خواتاتها وعائلتها كلنا معاها، هادشي اللي كنطلبوا منكم. باقي يكونوا المغاربه، الله يحفظكم اخوتي، اللي شاف هاد الفيديو راه دخلت عليكم بوجه الله، يا ما بارطاجيو كل شيء عرفوا، دخلت عليكم بوجه الله بهاد اليتيمه مسكينه، بقات يتيمه مع الله، ولكن حتى انتم الله بوحدو
كنا انتوما هما كلشي هذا وقلت لكم في الله والله يعاونكم والله يخلي لكم الوالدين والله يحفظكم هاي تحيه لخوتي الله يعاونكم الله يحفظكم سمعنا سكين قال لك الله ينصر الملك الله ينصر سيدنا ويخليه لينا ويحفظه لينا ويشافيه لينا وحنا وراء سيدنا وكنحبوه الحمد لله حيت علاش بلادنا الزينه وبنزيدوا بها بالدم وحس زيننا فيها والله لا حس زيننا فيها خويا بالله يثق بصدق ربي داك التبلبيله خصو ما يكونش حنا غادي كاينه الموت كاينه الموت وصافي اخوتي على الله الله يعاونكم وسمحوا لي على الله لو كنت غلطت في كلمه سمحوا لي اذا قلت لكم في الله تعاونوا مع هذيك البنت والله تي تعاون معكم والله في والديكم وفي خوتكم وبارطاجيو ما يهمكم الله يعاونكم ديروا لهم الوداع الله يعاونكم اخوتي.